ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. خلاص كل سنة وانتم طيبين. اخر يوم في رمضان واخر سحور معانا، فقررت اتسحر سحور سبيشال طعمية او فلافل سريعة التحضير من اوليو. حاجة غريبة جدا اللي انت تلاقي طعمية في السوبر ماركت سريعة التحضير. طعمية متعودين عليها ننزل نشتريها من الراجل اللي تحت البيت او من المنطقة عندنا، لا ده بقت سريعة التحضير وبتتباع في السوبر ماركت يا جماعة. انا شايف ان الحاجه دي معموله اصلا للناس اللي في مدن ومش عندها مناطق شعبيه ولا موجود فيه طعميه ولا الكلام ده كله، فانا شايف الحاجه دي معموله لهم. دي عامله 22 جنيه، ففيها كام قطعه، وفيها 21 قطعه مكتوب تكفي من 5 ل6 اشخاص، نص كيلو زي ما انتم شايفين كده. فيلا بينا نجربها. وقبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك في القناه، هتلاقي مربع تحت احمر دوسوا عليه عشان تدعموني اعمل فيديوهات اكتر. ويلا بينا نفتح العلبه معانا كده. طعميه سريعه التحضير يا جماعه، ولا عجينه ولا اي حاجه، تسيبها 5 دقايق تحطها في الزيت خلاص كده تكون جاهزه. زي ما انتوا شايفين كده فلافل سريعة التحضير. حاجة غريبة جدا، طعمية يا جدعان متلجة زي ما انتوا شايفين كده متجمدة. ريحتها طعمية فعلا زي ما انتوا شايفين كده، طعمية وعليها سمسم متجمدة بس. فالكمية حلوة، لو انت بتشتريها من حد بتاع طعميه الكميه دي يعني ممكن تعملها 10 جنيه، فيعتبر سعرها ضعف الصراحه. فيلا بينا كده، هنسيبها 5 دقايق وبعد كده هنحطها في الزيت. ودلوقتي يا جماعه الزيت سخن، هننزل بقى بالطعميه. كفايه 5 طعميات. يا لهو يا لهو يا لهو، ريحتها حلوه قوي الصراحه. الريحه طلعت على طول اول ما نزلت في الزيت، فاول ما تطلع هنجربها مع بعض كده ونشوف طعمها يستاهل السعر ولا لا. ودلوقتي يا جماعه خلاص الطعميه خرجت من الزيت زي ما انتم شايفين كده، نجيب الشوك عشان سخنه. وخلاص قران الفجر اشتغل، فخلاص يا دوبك نلحق نتسحر. ادي الطعميه اهي ندوها لوحدها كده. لا طعمها حلو والله يا جماعه، لا طعمها حلو جدا كمان. فيلا بينا نتسحر دلوقتي مع بعض ونعمل سندوتش بقى. ايه القنبله؟ نجيب العيش وبعد كده الجبنه، الجبنه ناخد شويه كده زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده ننزل بالطعمية. جبنا بطعمية وبعد كده ننزل بقى بالطماطم الجامدة جدا، وألف هنا عليكم. ونبرم بقى احلى سندوتش في الدنيا، وطعمها الصراحه ابهرتني، طعمها حلو قوي. بسم الله، طعمها وقعت. رهيب يا جماعه بجد. لا وطعمها مظبوطه، ولا ملح بقى ولا اي حاجه، مظبوطه جدا الصراحه. والطعمها بتحب الطماطم معروفه يعني، طعمها جامد جدا. الطعميه الصراحه طعمها جامد جدا، يستاهل السعر بتاعها. وهي اصلا معموله للناس بتاعت المدن والناس اللي مش عندها ناس بتبيع طعميه، فصراحه حلوه قوي هتعجبهم، وخصوصا مع الطماطم رهيبه. سندوتش الجبنه على الطعميه على الطماطم ده العشق.
وقلبها اخضر من جوه يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، رهيبه. وبكده نكون اتسحرنا معاكم النهارده، وكل سنه وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو اعملنا لايك واشتراك في القناه، وان شاء الله هنعمل فيديوهات اكتر الفتره الجايه. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.